قوات تحالف مجبرة أن تقف في صف. والهدف الثاني. لم تكن لعبة استاذة. أنت تؤولين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها اليوم موضوعا جديدا في المجال الإنساني. 22 ألف إنسان يصابون بالسرطان سنويا في اليمن، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. كابوس مرعب أسهل ضحاياه المرضى الفقراء. 12 ألف حالة وفاة سنويا والإصابات تتراكم، بينما العجز قائم عن معالجتهم ورعايتهم، حيث أودى الحصار واستهداف المستشفيات في تعز إلى وفاة 600 إنسان، ونصف هذا الرقم توفوا في الحديدة بسبب انعدام العلاج، وغيرهم يموتون بصمت على مر الميليشيا ومسمع الشرعية. أوجاع على هامش الوطن المكلوم وأنين في الظل، وضع مؤسف ومؤلم ضاعف من معاناة الضحايا، وواقع الانقلاب وتداعياته زاد من الحرب والحصار والدمار، وانعكس سلبا على حياة المصابين نتيجة لانعدام أهم الأدوية التي كانت تكفل لهم الاستقرار النفسي وتوفر لهم مساحة زمنية من الأمان. عن هموم مصابي السرطان ومعاناتهم وواجب المجتمع والدولة نحوهم، وعن كيفية التخفيف من آلامهم ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من الرياض عمر القصوص، عضو في الهيئة العامة في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومدير سابق لمكتب مدير عام المؤسسة. كما سيكون معنا الدكتور لبيب الأغبري، مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وكذلك سيكون معنا الدكتور عفيف النابهي، مدير عام مركز الأورام من صنعاء، وأيضا الأخ خالد المرهبي، المسؤول الإعلامي لرابطة مرضى السرطان من صنعاء. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي من صنعاء مدير عام مؤسسة السرطان الدكتور لبيب الأغبري. دكتور مساء الخير. مساء الأنوار وخواتي مباركة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الطاعات علينا وعليكم جميعا. دكتور، بداية لو وضعتنا بصورة عن حال معاناة مرضى السرطان في ظل الوضع القائم في البلاد، الحصار، الحرب، الأزمة الحاصلة في البلد. والله حقيقة مرضى السرطان في اليمن يعانون معاناة كبيرة، يعانون من شحة الدواء، يعانون من صعوبة تلقيهم للخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء في العاصمة صنعاء أو في فروع المؤسسة في تعز، في إب، في الحديدة، في عدن. المؤسسة تقدم خدماتها لما يقارب من 15 ألف مريض سرطان. تتوزع هذه الخدمات ما بين تقديم الدواء والأشعة التشخيصية والمساهمة في العمليات الجراحية والفحوصات، وأيضا ما تقدمه المؤسسة من برامج الكشف المبكر وخدمات الإيواء لمريضات وأطفال السرطان الذين يأتون من المحافظات إلى صنعاء لتلقي العلاج. وكل هذه الخدمات التي يستفيد منها مرضى السرطان خلال الفترة الماضية وخلال العامين المنصرمين، وجدت المؤسسة صعوبة كبيرة في تقديم هذه الخدمات بسبب قلة الداعمين، بسبب هجرة كثير من المولين ورجال الخير للمؤسسة، وما زلنا يعني نحاول نسعى بالحصول على الدعم اللازم لمرضى السرطان في اليمن. نعم دكتور لبيب، هذا الرقم الذي ذكرته والمستفيدين ما يقارب 15 ألف من المصابين بمرضى السرطان، الأعداد الأخرى والأرقام الأخرى لو وضعتنا في إحصائية كاملة عن حجم الأمراض الذين يصابون بهذا المرض في كل عام، الذين يتوفون بسبب هذا المرض، الذين يحتاجون علاج هذا. حقيقة منظمة الصحة العالمية تعلن عن 22 ألف حالة
سرطان جديدة سنويا، وهذا الرقم المهول حقيقة يجعلنا نقف وقفة مسؤولة من الجهات المختصة سواء في الصحة أو أيضا من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام، لأنه لا نجد بيتا إلا ونجد فيه مصابا بهذا المرض الخبيث، ونحتاج وقفة جادة من كل الجهات. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان يعني تقوم بكل ما تستطيع من تقديم الخدمات، وأيضا المضي في التوعية، وهي محور أساسي لتجنب هذا المرض. أكثر المناطق والمدن والمحافظات المصابة في مرضى السرطان وينتشر بشكل كبير، ما هي هذه المناطق؟ هل لديكم دراسة حددتم فيها أكثر المناطق انتشارا لأمراض السرطان؟ حقيقة بالنسبة للمناطق هنالك مناطق يعني تعاني من أمراض سرطان الرأس والعنق، وهي حقيقة الحديدة والمحافظات المجاورة لها، وكنا قد عملنا مسح ميداني من أطباء من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والمركز الوطني للأورام، وعملنا نزول إلى هذه المحافظة وعملنا استقصاء وتوعية، وكان حقيقة من العوامل المؤثرة والمساعدة هو تناول ما يعرف بالشمة في اليمن، وهي عبارة عن يعني تبغ يستخدموه في الفم، وأيضا من المحافظة التي تعاني كثيرا من مرضى السرطان هي محافظة تعز. يعزو قد يكون السبب لارتفاع الرقم لزيادة الكثافة السكانية التي تكتظ بها هذه المحافظة. نعم دكتور لبيب، تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الأخ عمر القصوص عبر السكايب من الرياض. عمر مساء الخير. عمر هل تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور والعافية. اهلا ومرحبا بك عمر. كما ذكر الدكتور لبيب مدير عام المؤسسة في صنعاء بان هناك هجرة كبيرة لرجال الاعمال والتجار الذين كانوا يدعمون هذه الشريحة الواسعة في اليمن لمرضى السرطان، وربما تجففت منابع الدعم لهذه المؤسسة وهؤلاء المصابين. انت الان عضو في المؤسسة وانت الان اصبحت خارج اليمن، هل لديكم نشاط للبحث عن يعني قنوات داعمة لهذه الشريحة في الداخل؟ لما اسمع الجزئية الأخير من السؤال عاد لو تكرمت. نعم كنت قد سألتك الدكتور لبيب وضع بأن هناك بعد هجرة العديد من رجال الأعمال والتجار من الداخل بسبب الأزمة وسبب الحرب، هل أنتم الآن في الخارج تبحثون عن قنوات أخرى تمول المؤسسات تدعم مرضى السرطان توفير الاحتياجات الضرورية لهم؟ في الحقيقة كما ذكر الدكتور لبيب وضع المؤسسة في الحقيقة يعني لا يفسد في الحقيقة، لأن معظم التجار هاجروا وسافروا، وكما تعلم أول شيء ينضرب إذا تزعزع الأمن هو الاقتصاد أو التجارة في البلد. معظم التجار هاجروا واستثماراتهم خارج البلاد. أيضا في الحقيقة نواجه صعوبة في حصول على إمدادات أو دعم لهذه المؤسسة من أطراف خارجية، كما تعلم أيضا الجمعية الخارجية التي تدعم مرضى السرطان أو تدعم أي أعمال خيرية تشترط أن يكون الوضع مستتب وأن تكون الأوضاع مستتبة حتى يتم عمل مشاريع خيرية لمرضى السرطان أو لغيرها من الجمعيات. نعم. حاول الدكتور لبيب أيضا وحاولت رئاسة المؤسسة في أن تطالب بعض الجمعيات في دعم مرضى السرطان في اليمن، ولكنهم كانوا يعتذرون مرارا وتكرارا بسبب هذه الأوضاع التي تمر بها. نعم ما قصدته عمر في سؤالي أنه الآن بحكم تواجدكم في الخارج، هل هناك مثلا بدأتم مثلا خطوات ولو طوعية من جانبكم للبحث عن مصادر تمويل للمؤسسة، دعم للمؤسسة من الجمعيات الخيرية، من فاعلية الخير، من المراكز المهتمة بالجانب الإنساني؟ الحقيقة احنا لازلنا نبحث عن دعم خارجي، وأيضا بحكم تواجدنا في الخارج وسنبحث على موارد خارجية
حتى ندعم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بسبب هجرة التجار كما ذكر الدكتور لبيب. نعم طيب، المحاولات لا زالت مستمرة. نعم. المحاولات لا زالت مستمرة مع التجار في الخارج. نعم. ومع جمعية خيرية. نعم طيب عمر، تكرم بالبقاء معنا. أيضا نشرك معنا في الحديث مدير مركز الأورام الدكتور عفيف، أو عفوا المسؤول الإعلامي لرابطة مرضى السرطان، الأخ خالد المرهبي. أستاذ خالد مساء الخير. النور والعافيه وخواتم مباركه على الجميع ان شاء الله. علينا وعليك خالد. لو وضعتنا بصوره عن ابرز وجوه، عفوا ابرز وجه المعاناه الذي او التي يعيشها المصابون بمرضى السرطان في الداخل، ويعني انت مسؤول لاحدى الرابطات التي تعمل في دعم هذه الشريحه في الداخل. معاناه مرضى السرطان معاناه كبيره جدا لا يحدها حدود. تبدأ من أول يوم يكتشف في هذا المرض، يبدأ من التشخيص الخاطئ والتردد على العيادات، ثم يستمر مع المعاناة النفسية ومع الآلام ومع المعاناة الاقتصادية. استمر المعاناة أيضا مع الأدوية إذا وجد الدواء. وأكثر الأحيان ينعدم الدواء في نعم. في هذه الفترة من نهاية شهر نوفمبر 2015 لازلنا نبحث لمرضى سرطان الدم اللوكيميا المعتمدة على الجيليفيك، نحتاج 7 أشهر كاملة، ولولا تدخل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان كنا بقينا في خبر كان، أو لظلنا فترة طويلة جدا بدون أن نتعاطى الدواء. وحسب المختصين في هذا الجانب نعم. يذكرون أن الشهر واحد يكفي مريض اللوكيميا ليغادر الحياة أو يصاب بمضاعفات خطيرة تنتهي بالوفاة. نعم أستاذ خالد، إذن الآن الرابطة كما ذكرت أنه لم يبقى إلا هناك جهود محدودة من قبل المؤسسة العامة للسرطان، هي التي لا زالت تقدم بعض الاحتياجات وبعض الأدوية لهؤلاء المرضى. بقية الجمعيات، بقية فاعلية الخير، بقية المراكز الأخرى، هل تجففت هذه القنوات ولم يعني يصبح لها أي دور في دعم هذه الشريحة؟ طبعا لا ننكر أدوار أيضا، لكنها فردية ومحدودة. مثلا الأستاذة هناء الزهيري والأستاذ حسين الصوفي، هؤلاء خصوصا الأستاذة هناء الزهيري كانت تكرمت واستطاعت بجهودها الذاتية أن تتواصل مع جمعيات في الخارج، واستطاعت أن توفر لنا علاج ل4 أشهر عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. من هنا من هذا المنبر نقدم لها الشكر الجزيل ودعوات وامتنان المرضى لها. أيضا هنا الجمعيات الداخلية ورجال الأعمال، هناك شحة في الإمكانيات بسبب الظروف التي تسود البلد بشكل عام. لكن أبرز ما يكون أيضا مركز الأورام، لكن بحكم عمله ومسؤوليات الرسمية الملقاة على عاتقه يقدم جهود، لكن الوضع العام يحكم على الجميع بشدة واختناق السبل واختناق الموارد الدعم. نعم أستاذ خالد، قبل يعني سؤال أخير أودعك فيه، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، ما هي التبعات التي ستطال مرضى السرطان في الداخل؟ التبعات نهاية ستنتهي إذا ما كان ستسوء حالتهم، سيعودون إلى أسوأ مكان، ستضاعف الأورام، سيقعدون على الفراش لا يستطيعون الحراك، ثم ينتهي ذلك كله إلى أن يغادروا الحياة لا سمح الله. طبعا إذا سمحت لي طلب أخير. نعم تفضل. كل ما نطلبه جرعة دواء تبقينا على قيد الحياة. نحن الآن على حافية الهلاك، على حافة الهلاك، نطلب دواء يبقينا أو نجعله جسرا ليخرج بنا من هذه الحافة إلى شط الأمان. نعم. نحن ندعو الناس، ندعو المجتمع بشكل عام، ندعو الحكومة، ندعو كل من له قلب وكل من له ضمير أن ينقذوا إنسانيتهم.
نحن على وشك الموت، نحن على قارعة الألم وعلى قيد الألم، نرجو أن نجد ضمائر تستمع إلى ندائنا، نرجو ضمائر أن تستمع إلى ندائنا. وأننا أكثر من 40,000 مريض وراءهم أكثر من 250,000 نسمة، هؤلاء سيفقدون عائلهم، سيفقدون أرواحهم، هؤلاء يعانون أشد المعاناة، فانقذوا إنسانيتكم وإلا انتظروا الكارثة. شكرا جزيلا لك المسؤول الإعلامي لرابطة مرضى السرطان الأستاذ خالد المرهبي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات للمصابين بمرضى السرطان والاحتياجات الضرورية التي يبحثون عنها لاستمرارهم في الحياة، نتابع هذه التصريحات. هناك 5600 حالة مرضية كانت تتردد على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز، والذي كان يعتبر النواة النموذجية لبناء مستشفى نموذجي لعلاج الأورام السرطانية في إقليم الجند. لم يتردد إلا 2700 حالة مرضية في عام 2015، توفى منها 643 حالة مرضية. حاليا مع الأزمة الموجودة في البلاد تواجهنا العديد من الصعوبات، ومن ضمنها شحة العلاجات في المركز، لأن المركز يحصل على مخصص دوري من المركز الرئيسي في صنعاء، ولكن للأسف الآن بدأت في شحة في العلاجات، سواء التي تصل من الوزارة أو عن طريق التي توفرها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. الكهرباء مقطوعة لها حوالي 10 أيام، وإن نلاقي عذاب، وفي واحد أمس غسل خرج والكهرباء طويان وتوفى أبوانه من الهبوط، حالة عليهم حرجة، وإحنا لما نرقد نبيت نتنوف الماء الصبح، وغسلنا على 10 أيام لقدرنا حالتنا محرجة، وفي ناس يعني ما راضى معهم حد مدبه زبون هنا ولا حد ينظر إليهم، ينظر يعني نسأل فاعلين الخير أن يقفون معانا يساعدنا. وما يشتهزك في المركز لا في أدوات لا في أي حاجة، نحتاج خط الساخنة ولا مقطوع عنا، لأنا أسبوعين حتى الآن هتزل تعبنا، وحنجيب كل ما من واحد من واحد من واحد إلى قد ماش كثير متوفرة. بالتأكيد المريض سوف يتأثر بعدم وجود الدواء أو تأخير الدواء، هذا أمر من أمر له علاقة بعدم وجود الدواء. فالسبب كمان في أمر آخر، هو أنه هل المريض إذا وجد الدواء هل في سهولة لوصول المريض أخذ العلاج؟ يظل العلاج عدم توفر باستمرار عشان لا يحصل انقطاع أو فترة زمنية بين القرعة والقرعة الثانية، لأنه لو حصل الكلام هذا ممكن يصاب الإنسان بفقد حياته تماما، وإعادة الأمل للإنسان نفسه إذا انقطعت أنه القرعة الأولى ممكن يضاعف المرض ويشتد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه التصريحات عن واقع وحال مرضى السرطان، وهناك لا شك احتياج كبير لمن يبحثون عن العقاقير الطبية التي تخفف عنهم من آلامهم. أعود إلى صنعاء مع مدير عام المؤسسة السرطان الدكتور لبيب الأغبري. دكتور لبيب، إذا أمام شحة الإمكانات التي يبحث الجميع عنها في الداخل، أيضا الآن كما ذكرت قبل الفاصل هناك هجرة كبيرة لرجال الأعمال وللتجار وفاعلي الخير الذين كانوا يدعمون المؤسسة، أنتم الآن إذن أمام تحدي كبير، هل فتحتم قنوات أخرى في الخارج؟ هل لديكم يعني قنوات تنسيق للبحث عن مصادر تمويل أخرى غير التي كانت تدعمكم في الداخل؟ حقيقة كما ذكر الأخ عمر، نحاول البحث عن قنوات تمويل جديدة عن طريق المنظمات العاملة هنا في اليمن، أو التواصل معهم عبر قنوات التواصل المعروفة لإيضاح المشكلة التي يعاني منها مرضى السرطان في اليمن، لطرحهم في الصورة عن معاناة والكارثة التي ممكن أن تحدث لمرضى السرطان إذا ظل الوضع على ما هو عليه. حقيقة المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تقوم بدور كبير في هذا الجانب، وهي شريك استراتيجي للمركز، المركز الوطني لعلاج الأورام التابع لوزارة الصحة،
وهناك تنسيق عالي بين إدارة المؤسسة وإدارة المركز مثلا بالدكتور عفيف النابهي الذي هو أيضا والمركز الذي يديره يعاني المعاناة الكبيرة لما يعني يجد من ضغوطات من مرضى سرطان واحتياجات مرضى سرطان على كافة الأصعدة. نعم دكتور، وزارة الصحة المستشفيات الحكومية في العاصمة صنعاء هل لا زال لها دور في دعم مرضى السرطان؟ هل لا زالت تقدم بعض الخدمات بعض العقاقير الطبية أم كل الأمر يقتصر على دعم المؤسسة فقط؟ حقيقة المؤسسة المستشفيات الحكومية تحيل كل ما له ارتباط بالسرطان إلى مركز الأورام الذي في المستشفى الجمهوري، وحتى إذا كان هنالك إرساليات من المؤسسة إلى هذه المستشفيات فيتم التعامل معها تعامل يعني رسمي وتعامل يعني دون تقديم أي مساعدات مجانية لمرضى سرطان المرسلين من المؤسسة. نعم دكتور لبيب، تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا أيضا في الحديث مدير مركز الأورام الدكتور عفيف النابهي. دكتور عفيف مساء الخير. مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بين قوسين. لو وضعتنا بصورة عن وضعكم في مركز الأورام أمام هذه الأرقام الكبيرة التي تصاب بمرضى السرطان في ظل وضع متردي، في ظل أزمة قائمة، انعدام للكهرباء، ما هو الوضع في المركز دكتور؟ حقيقة طبعا المركز الوطني لعلاج الأورام يعتبر طبعا مرجعية وطنية لعلاج جميع مرضى الأورام على مستوى الجمهورية وذيه فروع على مستوى الجمهورية، وأيضا طبعا نظرا للحالة التي تعيش فيها البلاد المركز يعاني من نقص خار طبعا في العلاجات وفي المستلزمات الطبية والمحاليل، وأيضا عدم قدرته طبعا في بعض الأجهزة والمعدات سواء كانت التشخيصية والعلاجية إلى حد الآن طبعا نحن عاجزين عن إصلاحها نظرا لما تعانيه البلاد من أزمات مالية طبعا وعدم قدرة وزارة المالية على دفع كل المستحقات اللازمة للمركز وفروعه طبعا، وبالتالي مريض الأورام في هذه المرحلة طبعا في اليمن يعاني معاناة كبيرة جدا جدا حقيقة. نعم دكتور، ربما بعض الموازنات للوزارات بحكم الأزمة والحرب القائمة وتسلطت يعني الميليشيا على الدولة، لكن هناك يعني مثلا مراكز إنسانية كمرضى سرطان، ألا يعني يمكن أن تجنب هذه المراكز وتدفع موازنتها على تخفف من المواطنين الذين بات الموت والمرض ينهش في أجسادهم وحياتهم؟ حقيقة طبعا الدولة طبعا العام الماضي طبعا دفعت لنا حوالي 50% من موازنة العلاجات والمستلزمات الطبية، ونحن الآن في صار طبعا إرسال عقود في هذه طبعا المناقصات التي سيتم فيها طبعا قريبا توريد العلاجات للمرضى. نعم. إلا أننا طبعا الحقيقة ما زلنا طبعا المشكلة قائمة السنة هذه إلى حد الآن، طبعا ما زلنا إلى حد الآن إلى شهر 6 وما زلنا طبعا نطالب بتزويدنا الموازنة للسنة الحالية طبعا، لأنه إلى حد الآن ما زلنا في وزارة المالية. نعم. وبالتالي الأزمة تظل قائمة طبعا، وحقيقة وزارة المالية والأمانة يعني واقفة معنا وقفة كبيرة جدا ومعطية الأولوية المطلقة لمرضى الأورام في الجمهورية اليمنية بالحقيقة. نعم. ليسوا مقصرين معنا بالحقيقة، يضافة إلى وزارة الصحة بالحقيقة واقفين معنا وقفة جادة. نحن طبعا أصدرنا سابقا نداء استغاثة على مستوى الوطن طبعا لكي طبعا تقوم المنظمة الدولية وإلى آخره بدعم اليمن وخاصة مرضى الأورام بالعلاجات وإلى آخره. نعم. إلا أننا للأسف الشديد طبعا لم نلاقي من أي منظمة أي دعم إلا فقط منظمات العالمية. نعم دكتور عفيف، ربما المنظمات العاملة في هذا الحقل والمهتمة بالجانب الإنساني، وهناك العديد من يعني حملات الإغاثة قد وصلت إلى اليمن، يعني مؤسسة السرطان مركز الأورام مستثنى من هذه المساعدة التي تصل إلى صنعاء؟ للأسف الشديد طبعا الحقيقة لم تصل على مستوى الوطن، يعني
لم تصل الحقيقة بالنسبة لمريض الأورام لم تصل أي علاج في يعني على مستوى الجمهورية اليمنية إطلاقا. طبعا أنا هنا أنفي تماما وصلت لنا طبعا علاجات بسيطة جدا قد تكون لا تذكر بالأمانة يعني مساعدة من الخارج، ولكن يعني ما عدا منظمة الصحة العالمية للأسف الشديد لم تقم أي منظمة أو أي جانب أو أي جانب آخر بدعمنا طبعا إطلاقا. هل حاولتم التواصل معهم أو رفع كشوفات باحتياجات للمصابين العقاقير الطبية الهامة مع هذه المنظمات الغاثية والعاملة في هذا المجال، أم يعني يظل يعني مقتصر عملكم على الوزارة فقط؟ لا لا إطلاقا طبعا. نحن طبعا حقيقة يعني أولا أصدرنا نداء استغاثة، طبعا نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة وإلى آخره في هذا الجانب. للأسف الشديد لم تنقذنا إلا منظمة الصحة العالمية بالأمانة، وأيضا طبعا إلى حد الآن بكمية طبعا محدودة بالأمانة. بقية المنظمات والجهات حقيقة للأسف الشديد لم تعطي مريض الأورام إطلاقا داخل اليمن سواء كانت المؤسسة الوطنية أو المركز. نعم، حتى فاعلي الخير رجال أعمال تجار في الداخل لا يوجد أي دعم لكم في المركز حتى يعني حتى خلال شهر رمضان على الأقل. نعم، الدعم موجه للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحقيقة وليس المركز، ولكن أنا أعتقد أنه أيضا نفس الكلام المؤسسة تعاني نفس الكلام، نفس المعاناة اللي يعانيها المركز تعاني المؤسسة. نعم دكتور، ربما هذه المعاناة في المركز المتواجد في صنعاء وربما هو أكثر المراكز اهتماما وتوفيرا لبعض الأجهزة بعض المواد الطبية، ماذا عن بقية المحافظات ومراكز الأورام في المحافظات الأخرى؟ اقتنى المركز الوطني علاج الأورام هو الذي يقوم بتوزيع العلاجات وكل المستلزمات على مستوى الجمهورية. نحن طبعا مريض الأورام على مستوى الجمهورية يأخذ علاجه من المركز الوطني علاج الأورام، وبالتالي اي حسب القصه طبعا انا انفي اي مساعدات اخرى طبعا لا لبقيه المحافظات ولا لصنعاء. طبعا القضيه يعني شامله، اذا لم يدعم المركز الوطني لعلاج الاورام بالعلاجات اللازمه طبعا او بالدعم الكافي ستظل بقيه الوحدات والمراكز على مستوى الجمهوريه بالحقيقه يعني ايضا الفكره تعاني من نفس العلاجات وانعدامها طبعا. نظرا لان المركز طبعا هو المسؤول الاول طبعا على قضية الأورام على مستوى الجمهورية اليمنية. نعم. طيب دكتور عفيف تكرم بالبقاء معنا، وأيضا الدكتور لبيب، سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل ودي عطاء عن واقع السرطان في اليمن أرقام وإحصائيات، نتابعها ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا معكم من جديد وفي محورنا الأخير أعود عبر السكايب مع الأخ عمر القصوص من الرياض. عمر، إذن المحور الأخير الوسائل يعني المتاحة التي يمكن على ضوئها أن يتم توفير أدنى الاحتياجات المطلوبة في الداخل من وجهة نظرك ما هي؟
الحقيقة أدنى الاحتياجات اللي يحتاجها مريض السرطان اليوم وهو توفر العلاج. كما تعلم الأوضاع اليوم في اليمن على غالبية الشعب اليمني وهو صعوبة الحصول على الغذاء، الغاز، الكهرباء وما إلى ذلك من هذه الأشياء، مريض السرطان فوق هذا كله يحتاج إلى العلاج. من العلاجات علاجه قد يكون جراحي، إشعاعي أو كيميائي، يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية أول شيء لإزالة الورم، ثم بعد ذلك يحتاج إلى العلاجات الكيماوية، بعد ذلك العلاجات الإشعاعية. نعم. في الحقيقة الذي يستطيع أن تقدمه المؤسسة اليوم وهو المساهمة مع المريض في مبالغ العلاجات، الحصول على العلاجات والجرعات الكيماوية، هذا ما استطيع اليوم أن تقدمه المؤسسة صالح مريض السرطان. نعم. حتى يكافح هذا المرض. نعم، شكرا جزيلا لك عضو المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الأخ عمر القصوص، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. أعود إلى صنعاء مع مدير عام المؤسسة الدكتور لبيب الأغبري. دكتور لبيب، عدنا معك بعودة أخيرة في محورنا الأخير، إذا تحدثنا عن التحديات والعراقيل التي تواجهكم كمؤسسة خيرية وتبحثون عن حلول لابد أن تتجاوزوها، ما هي؟ دكتور لبيب هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور لبيب. إذن أعود إلى الدكتور عفيف النابهي مدير مركز الأورام. دكتور عفيف، عدنا لك بعودة أخيرة، الوسائل، الإمكانات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء المطلوب في مركز الأورام لاستيعاب كل المصابين، ما هي؟ حقيقة طبعا يعني الدولة يعني موازنة المركز فقط العلاجات والمستلزمات الطبية حوالي 2 مليار و 500 مليون سنويا طبعا، وبالتالي كنا نغطي طبعا علاجات المرضى على مستوى اليمن. للأسف شيء طبعا العام الماضي فقط دفع لنا 50% طبعا من تلك الموازنة، وحسب ما قلنا أن السنة هذه إلى حد الآن لم نحصل على ريال من وزارة المالية، وما زلنا لحد الآن طبعا في وزارة المالية، وفي توقعات لحقيقة جيدة وطيبة في وزارة المالية نحو دعم مرضى السرطان، إلا أننا بالحقيقة نظرا للأزمة طبعا التي تعيشها البلد وأحد دائما يعمل على الاستفهام، وبالتالي أنا أرى وأدعو من هنا طبعا ومن منبركم أنتم يعني كل المنظمات الدولية ذات العلاقة بقضية الإنسان والمريض بشكل عام طبعا ومرضى السرطان بشكل خاص. نعم. أن يدعم المركز بالحقيقة بالعلاجات واللازمة طبعا سواء كانت كيميائية أو محاليل أو مستلزمات طبية، إضافة إلى دعم المركز في قضية تشغيل الجهاز الأجهزة والمعدات طبعا، الآن في أجهزة ومعدات تشخيصية وعلاجية توقفت عن العمل نظرا لعدم وجود مبالغ للصيانة طبعا، وبالتالي هذه طبعا تحديات أساسية وهامة جدا، لأن حسب ما قلنا المركز الوطني لعلاج الأورام يقوم بتوزيع العلاجات على مستوى الجمهورية لكل الوحدات والمراكز على مستوى محافظة الجمهورية. نعم دكتور عفيف، إذا لم تكن هناك تحركات عاجلة لإنقاذ مركز الأورام ومدكم بالمواد الطبية والمستلزمات والأجهزة التي تحتاجونها لإنقاذ هؤلاء المرضى، ما هو المتوقع للمصابين بهذا المرض؟ للأسف الشديد كارثة حقيقية طبعا، أنتم عارفين أن مريض السرطان طبعا يعاني من مرض مميت، يعني إضافة إلى معاناة كبيرة جدا جدا، لأن يعني إذا ما قارنا مرض السرطان بقية المرضى العلاج في السوق أولا لا يتواجد، والموجود في السوق وهو غالي جدا جدا ولا يستطيع المريض شراؤه، إضافة إلى أنه كم تكلف الجرعة؟ أيضا بصفة مهربة. نعم. يعني دكتور إذا تحدثنا عن نعم لغة نعم أرقام في مثلا تكلفة كل جرعة اللي يحتاجها المريض مثلا، وكم يحتاج في الشهر؟ يعني أشياء ممكن يعني من 100,000 إلى 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 مليون طبعاً ريال طبعاً شهرياً، نتوقف على نوع العلاج يعني من 100,000 إلى مليون، وهذه طبعاً مبلغ كبير جداً جداً، ولا يمكن طبعاً المريض أن يستطيع أن يدفعه، يعني مبلغ مهول جداً بالحقيقة، وخاصة لحالات الناس في اليمن طبعاً، وخاصة لحالات الفقراء في اليمن طبعاً، وأيضاً عدم يعني العلاج ينعدم بالسوق حتى. نعم. العلاج طبعا في العلاج الكيميائي يصنع يعني طبقا للمناقصات ولا يباع بالسوق، واذا وجد بالسوق فهو مهرب طبعا، وعندما يهرب ايضا يعني فعاليته محدوده وايضا قد تكون عليها استفهام. نعم دكتور، ربما السؤال الاخير، مناشده، رساله من قبلك للجهات المعنيه لمن هم الان مسيطرين على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، للمنظمات الإغاثية الدولية، الحكومة الشرعية، ما هي من أجل الالتفات إلى
شريحة مرضى السرطان؟ أنا بقول نعم، أولاً أقول وأوضح بكل صراحة إنه وزارة المالية بالحقيقة الآن طبعاً داعمة لنا بقوة وتبحث عن مخارج كبيرة جداً جداً. نعم. مع هذا كل الأزمة قائمة، مع هذا كل الأزمة قائمة، ومن هذا المنطلق أدعو بالحقيقة كل الجهات ذات العلاقة سواء كانت اليمنية بالخارج أو أيضاً المنظمات الدولية أن يدعموا أو ينظروا إلى مرضى السرطان، لأنه البيض هذا طبعاً يعاني معاناة كبيرة جداً جداً، معاناة من المرض ومعاناة أيضاً لعدم قدرته على شراء العلاجات الغالية جداً طبعاً، وعلى مقابلة أيضاً كل المشاكل طبعاً المكلفة سواء كانت تشخيصية أو العلاجية، سواء كان علاج بالإشاعة أو العلاج أو التشخيص أو العملية التشخيصية طبعاً، فكلها مكلفة، وبالتالي الأورام في اليمن طبعاً حقيقة يعاني معاناة خاصة. وبالتالي أدعو كل المنظمات وكل الجهات وكل الجهات العلاقة أن يقوموا بدعمهم لهذا المريض. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عفيف النابهي، وبالتأكيد نحن نضم صوتنا إلى صوتك وصوت يعني كل الخيرين بأن يلتفتوا إلى دعم مرضى السرطان، فهم يعانون وربما لم يبقى لهم إلا فاعلي الخير، وأن يوفروا لهم بعض الأدوية التي ممكن تعينهم على استمراريتهم في الحياة. شكرا جزيلا لك مدير عام مركز الأورام الدكتور عفيف النابهي. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا نستعرض بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحتنا على الفيسبوك، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ محمد الفقيه، يعلق: أبرز ما يعانيه مرضى السرطان باليمن سوء التشخيص وتوحش الأطباء وقلة الدواء المجاني وأحيانا انعدامه وأسعاره الباهظة جدا، سرطان الدم ونفاذ أدويتهم من أكثر من 6 أشهر. محمد الفقيه. تعليق آخر من أصدقاء البرنامج مع الأخ عبد الملك الحميدي، يعلق: البطء الشديد في إجراءات مناقصة استيراد الأدوية والتجاهل المتعمد من الجهات الرسمية إزاء كل ذلك ونقص الأدوية بسبب الحصار الحاصل من قبل الميليشيا على مدينة تعز. عبد الملك الحميدي. أيضا رأي آخر من الأخ عبد الله المجاهد، يعلق: نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وعدم قدرة المرضى على شرائها بسبب حالتهم المادية التي تضاعفت بسبب الحرب. عبد الله المجاهد. إذا نكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بين قوسين. لم يبقى لي أن أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، كان معنا عبر السكايب الأخ عمر القصوص، مدير عام مكتب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان سابقا. الشكر أيضا للدكتور عفيف النابهي مدير عام مركز الأورام، كان معنا عبر الهاتف من صنعاء، كما هو أيضا للدكتور لبيب الأغبري مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وكذلك الشكر للأخ خالد المرهبي المسؤول الإعلامي لرابطة مرضى السرطان. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.